سالي، بهذا الوقت كثير عم نسمع عن ناس بلشوا بمشاريع صغيرة، إن كان عبر يمكن جروبات أو مشروع معين مشاركة مع غيرهم، لكن دائما في نقاط ضعف عم بيعانوا منها هدول العالم، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة اللي ما عم يعرفوا يسوقوا لمنتجاتهم والمهن اللي عم يشتغلوا فيها. لهيك قرر مجموعة من الأفراد تأسيس جروب على الفيسبوك لجمع كل شيء عنده أفكار عمل أو منتج بحب انه يسوق له بطريقه صح، ممكن من خلالها يدخل السوق. اليوم رح نعرف شو هي الطرق الصحيحه لنسوق انفسنا وعملنا، ولاي حد الطاقات الموجوده ببلدنا عم تحتاج للاضاءه عليها لتشجيع هي المشاريع من المجتمع. رح نحكي عن هالموضوع ونتطرق لآلية الاستفاده من هالمشاريع، كيفيه التسويق من مواقع التواصل الاجتماعي مع رامي حماده. صباحك يا رامي. صباح نور. يسعد صباحك. كيفك؟ يسعد صباحك رامي. خليك ترند هو الاسم، او خلينا نقول عنوان الجروب يلي انتم اخترتوه، خليك ترند، لانه هو بمواقع التواصل الاجتماعي نحن رح نبقى هيك فيها. اول ما نسمع خليك ترند بيروح لبالنا الموضه، الفاشن، وشغلات هيك بس بتخص هدول الاشياء، ولكن خليك ترند هو جامع لعدد من الاشخاص ممكن يكون عندها افكار ومشاريع صغيره، نحن بخليك ترند ممكن نسوق لها وندعمها. خلينا نحكي عنه. خلينا نبلش. اول شيء نحن مجموعه من الاشخاص مهتمين بالسوشيال ميديا بمختلف الاختصاصات، ناس مهتمه بصناعه المحتوى، ناس مهتمه بطريقه التسويق عن طريق المنصات اللي موجوده على السوشيال ميديا. جمعنا، كانت الفكره بدايه من المدام هاديه. مدام هاديه حبيب هي صاحبه اللي بلشت فكره الجروب، انه نحن ندعم بشكل اخص السيدات النساء السوريات اللي هن في عندهم مشاريع بيقدروا يشتغلوها بالبيت، سواء كروشيه او خلينا نقول طبخ او تنسيق هدايا او ورد. كيف يقدروا ينقلوا هذا الشيء للسوشيال ميديا ويبيعوه عن طريق الفيسبوك او عن طريق الصفحات. هلا بعدين توسع الجروب، خلال 5 ايام وصل ل 50,000 تقريبا مشترك. فهلا خلينا نحكي كيف الشخص بيقدر هو يستفيد من السوشيال ميديا ليعمل مشروعه الشخصي. النقطة الأولى الأساسية دائما هي نقطة الاكتشاف، اكتشاف الذات، بتبدأ من الشخص ذاته، يعني أنا أعرف أنا شو هو المنتج اللي أنا بدي بيعه، هل أنا كسيدة أو كرجل، هل أنا بدي مهتم إني أنا بلش مثلا بيع تصاميم، رسمات، لوحات، شو الشيء اللي أنا شاطر فيه، شو أكثر شيء أنا بحبه؟ في مثل بيقول لك إذا أنت كان شغلك هو هوايتك فأنت مانك مضطر تشتغل بحياتك. تماما. فنحن ننقي الشيء اللي نحن بنحبه. النقطة الثانية نعرف مثلا الشخص اللي الشخص أو السيدة اللي عندها هي المنتج اللي قررت أنها تبيعه، اللي هو لنفترض أنه هو الأكل، لمين بدها تبيعه؟ هون نحدد الجمهور تبعنا، لمين بدنا نبيعه؟ صح. مين الزبون، مين الزبون الموجود؟ هذا الزبون قديش عمره؟ مين ممكن يشتري الاكل؟ هو يمكن اكيد الزلمه العزابي اللي بيشتغل اللي ما عنده وقت يطبخ وبده طبخ البيت. وين بقدر انا اوصل لهذا الشخص؟ بانه جروبات هو بيكون موجوده على الفيسبوك. طب هل هو استخدامه اكثر هذا الشخص للفيسبوك ولا للانستغرام ولا لينكد ان ولا تويتر ولا وين هو؟ نعم. وين هذا الشخص موجود؟ طيب شو شريحته العمريه؟ دراسة الزبون أنا اللي رايح لعنده، هل أنا عم بيع مثلا شغلات، لوحات، ممكن خلينا نقول كنزات، تيشيرتات، ممكن التين ايجرز يكون بدهم اياها. طب التين ايجرز وين موجودين؟ التين ايجرز هلا مثلا احصاء انستغرام تيك توك، هدول هن المنطقتين او المنصتين اللي موجود بنستهدف فيهم الاطفال. مزبوط. او الاطفال او اليافعين. عم نسوق مثلا لشيء شخص مبرمج حابب يشتغل بالبرمجه، وين هو المنصه الصحيحه للتسويق على البرمجه؟ هي لينكد ان، لانك انت هون قدران تنزل مقالات كامله تشرح فيها عن شغلك، تفصيل انت ليش متميز بشغلك، تنقله مثلا على الجيت هاب، نشرح للعالم شو هي المنصات اللي قدرانين يسوقوا فيها منتجهم المناسب. نعم. تمام. بعدها ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي شو بدنا نسوي، شو بدنا نعطي. مثلا الشخص اللي نحن عم نبيع اللي هو حابب يبيع لوحات مثل ما قلنا، هو اعتماده بصري، ف
فهو كمان مستهدف لازم يختار الانستغرام، لازم يركز على الصوره، لازم البوست تبع الفيسبوك تبعه يكون الصوره فيه كثير كثير واضحه، صح. بتشد تحقق بالدرجه الاولى الاهتمام، لانه بالنهايه نحن اليوم يعني معظمنا كلياتنا مرينا بالمرحله اللي او كل يوم عم نمر فيها، اوقات لما بنمسك الموبايل وبنبلش من بنعمل سكرولينج ونحن اساسا مو منتبهين نحن عم نفكر بشيء ثاني، وعم بيضيع الوقت وعم بيضيع الوقت. ومثل الفيسبوك او خلينا نقول السوشيال ميديا بشكل عام، هي مثل اي شيء ثاني، له جانبين السلبي والايجابي. نعم، في ناس عم تستسلم للسلبي ونحن كلياتنا منهم يعني بنمر بهي المراحل، وفي ناس اللي بمرحله ثانيه بتقول لك لا انا حابب استفيد من هذا الشيء، انا هون قدامي فرصه، انا قدامي شيء بقدر اقدمه هون. نعم. طيب نعم، يعني انت حكيت يمكن كيف الطرق للتسويق الصحيح للناس اللي عم يسالوا كيف بدي اسوق لمشروعي او للمنتج اللي انا بدي اياه، لكن خلينا نحكي عن الادوات معينه، وخاصه انه عم نشوف انه اغلب مثل ما قلت النساء هلا متجهات لمواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجات اما يدويه او انه عم بيحاولوا يبدعوا فيها. وللاسف في تسويق عشوائي عبر جروبات عم نشوف بطريقه يمكن ما لا هن يستفادوا ولا الطرف الاخر ممكن يتنمر عليهم مثلا، فخلينا كمان نعرف شو هي الادوات اللي لازم الواحد يبلش فيها بطريقه صحيحه، وهل عدد المشتركين ممكن يكون او اللي مثلا بيجمع كثير لايكات ممكن انه ينجح، يعني هل هي اداه من الادوات؟ لانه عم نشوف الاغلب عم ينشر بتسويق مجموعات عشوائيه يعني. اكيد اكيد. هلا خلينا ننتبه لفكره بس، انه الادوات اللي نحن لازمتنا هون هي ادوات معنويه وليست ادوات ماديه بالدرجه الاولى، يعني نحن هون بحاجه الالتزام، بحاجه المصداقيه، بحاجه الابداع، هدول الادوات اللي بيلزمونا لحتى نحن نقدر نكون نحقق نجاح للتسويق عن طريق السوشيال ميديا. يعني مثلا لما انت تفوتي على الفيسبوك وتشوفي بوست الصوره تبعته ما انا ظابطه يعني، وعم بيقول لك انا عندي اطيب اكل لإلك، والاكله يعني منظرها ما كثير ظابط، اكيد انت ما راح تصدقيه وما راح تعملي لايك. واذا كان في جروب مدفع له مصاري مثلا عم ليعمل له اعلان، فانت يمكن تطلعي من الجروب كلياته. صح. فهون المصداقية لما يجي لك مثلا حدا، حتى لما يكون المنتج نفسه على النت نفسه بالحقيقة كمان هاي بتلعب دور، يمكن مثل ما قلت المصداقية 100%. المصداقية عندك مثلا نقطة كمان بمدار المصداقية، لما حدا عم بيسوق لدورة وهي صارت معنا، بيجي حدا بيقول لك أنا مدرب معتمد عالميا، يا عمي شو عالميا، هدي شوي عالمياً. هدي شوي، كلمة صغيرة، كلمة كثير كبيرة هي، هدي شوي. مزبوط أعطي حجمك، اعطي حجمك، وفعلا اللي هو محتاج لا 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 للمنتج اللي انت عم تقدمه، للسلعه اللي انت عم تقدمها حيجي لعندك. صحيح. اللي هو مثلا بده اساسي يتعلم اساسيات مثلا الفوتوشوب، حيجي لعندك يتعلم اساسيات الفوتوشوب. ما في داعي تقول انا محترف عالميا بالفوتوشوب وانت يا عمي عم تشتغل بسوريا، يعني لو هيك كنت عم تشتغل هلا انت بمكان ثاني. تمام. صح. طيب الاختصار، بيجي حدا بيكتب مثلا بوست كثير طويل، ما له خلق العالم، ما حدا حينتبه. فهي الادوات بشكل اساسي هي ادوات معنويه. وبالنسبه لموضوع اللايكات، صحيح اللايك مهم، بس اكبر غلط بيوقعوا فيه العالم لما يفكروا انه نحن يلا بدنا نبلش صفحه، خلينا نشتري صفحه عليها 10,000 لايك ولا 20,000 لايك. هذول 10,000 لايك يمكن جايين على عاملين لايك على اساس انه هي كثير عم يبدلوا اسماء صفحات. تماماً. يعني نحن ممكن زينب بنشوف على الفيسبوك كثير عم نشوف انه صفحه خلينا نقول كانت صفحه اكل مثلا، وبعد فتره بعد ما اخذت هدول العالم صارت صفحه فاشن مثلا. 100%. هي هذا الموضوع كثير بدنا نركز عليه. شراء الصفحات هو شيء مضر تماما، مضر 100%. ليش؟ لعده اسباب. اول سبب انه انت هذا الشخص، هي الشريحة اللي عاملة لايك لهي الصفحة هي عاملت لها لايك على أساس أنه هي طبخ، أنت إجيت قلت لها أنا هي صفحة تكنولوجيا، صفحة برمجة، فشي طبيعي أنه هذا اللايك اللي عنده الشخص اللي عندك ما عاد عم يتفاعل على الصفحة، فأنت هون صار اللايك هو عبء عليك لأنه هو صار شخص ما عم يتفاعل، صار شيء عم بيخفف من مصداقية الصفحة. زائد أنه البوليسيز الجداد للفيسبوك بيخفضوا من وصول أي منشور لصفحه مغير اسمها، لانه بيعتبروه نوع من انواع التزوير او صح. نوع من انواع الاحتيال. نعم.
نعم، يعني زينب مثل ما حكينا كمان هيك تحت الهواء عن قديش منتشرة الصفحات على الفيسبوك، رامي انت ناشط مجتمعي، يعني اي حدا بده ينضم لخليك ترند بده يتبع شروط له، يعني من شانه ومشان مصلحته مشان يقدر يسوق بالطريقة الصحيحة. كمان قديش مهم انه يكون في توجيه واشراف على اي مادة بيتم تسويقها عبر الانترنت، مثل ما ذكرت زينب احيانا بتكون القطعة شيء على النت وعاملين لها فلاتر ومصورة، بيجوا بيطلبوها او الزبون بيطلبها، ما بتكون حقيقية. تمام، حتى الاكلة، يعني حتى خلينا نقول عن السيدات اللي بيعملوا اكل بالبيت او مونة، بيبقى منظرة كتير حلو على الانترنت ومكوناتها اللي حاطينها بيجوا بيتفاجئوا. هي النقطة كتير مهمة. تماما، بس نحكي عنها. هي النقطة كتير مهمة. هلا نحن في عنا شيء اسمه رحلة المنتج. المنتج او خلينا رحلة المستهلك، من اللحظة اللي هو بيشعر فيها بالشعور الداخلي انه انا لازمني هذا الغرض للحظة اللي بيشتري فيها. ما حنفوت بالتفاصيل، بس حنقول انه اخر لحظة، اخر مرحلة من مراحل رحلة المستهلك هي المرحلة اللي بتجي بعد عملية الشراء. العالم بتفكر احيانا انه مجرد ما المستهلك اشترى القطعة خلاص انا بعد بيرعود بيرجع اذا ما عجبته انا 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 خلاص خلصت مهمتي. لا، المرحلة اللي بعدها هي اهم مرحلة من مراحل عملية البيع، اللي هي مرحلة خلينا بالعامي نحن بنسميها ترباية الزبون. تماما، ترباية الزبون. انت لما عم بتكون قدمت له شيء حقيقي، شيء يناسبه، انت هون خلقت التسويق الطبيعي. صح. واهم انواع التسويق بالعالم واكثر موثوقيه هو التسويق من رفقاتك، تسويق من حدا مجربين، من حدا مجرب. ما في اعلان بالكون بيقدر يقنعك اكثر من رفيقك اللي قال لك انه انا جربتها بايدي. صحيح، مزبوط. صحيح. فهي النقطه اللي لازم ننتبه لها، انه بالنهايه اللي عم يغلط هيك غلطه هو عم يخسر من كيسه الصراحه. واهم شيء مره ثانيه انه ناخذ الفيدباك من الزبون ونحاول نخلق عنده ولاء لنا. طيب خلينا نحكي، بما انه عم نحكي عن خليك ترند كمجموعه او جروب كبير للتسويق الصحيح، كيف رح تحاولوا تطوروا هذا الجروب؟ كيف رح تحاولوا تنظموا عمليات التسويق؟ لانه بنعرف نحن التسويق الالكتروني منظم بجميع الدول، بسوريا صار في شوي تسويق عشوائي بسبب العقوبات. كمان بسبب العقوبات. تماما، فخلينا نعرف كيف ممكن تساعدوا الناس، وخاصه بهي الفتره يعني كثير عم ندعم المشاريع الصغيره لزياده الدخل وزياده فرص العمل مثل ما بيقولوا. احنا بالفعل بلشنا بالحديث مع عده من الجمعيات والفرق التطوعيه، وعم نفكر لقدام بالمنظمات اللي هي بتدعم المرأة، تمكين المرأة وتدعم المشاريع الصغيرة، بحيث انه حلوين عم تتلج معنا. عم تتلج يعني خير يا جماعة. اليوم ان شاء الله هيك يعم السلام وهيك يكون خير على كل السوريين يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. فنحن بلشنا هلا نتفق مع جمعيات وفرق ومنظمات لنأمن لهم للسيدات يلي حابين يفتحوا مشاريع صغيرة، نأمن لهم دورات بريادة الأعمال، دورات بالسوشيال ميديا، دورات يطوروا فيها من نفسهم، بحيث انه احنا نطور هدول الناس، زائد انه نحن نضل نعطي فقرات ثابته ضمن هذا الجروب، نطور فيها، نوسع فيها من وعي الناس بالتسويق الالكتروني، باهميه التسويق الالكتروني. تماما. زائد خلينا ننتبه لنقطه، انه الشخص اللي حابب يبيع شيء هو محتاج انه هو يبيع، يتعلم التسويق الالكتروني باول فتره، بحيث بالفتره اللي هو مشروعه ما انه قادر يغطي تكاليف انه هو يتعامل مع ايجنسي معينه. صحيح. لغايه لتهتم له بالسوشيال ميديا، لكن بعد فتره بعد ما يصير في انتشار، فنحن نصيحه يعني من اهم النصائح انه نحن ما بنترك ولا تعليق ولا لايك ما بنرد عليه، لازم نرد على الكل. لما الشخص يكون الرد سريع، يعني كمان في مشكله او خاصه اذا في طلب لمنتج معين، هي من احد المعايير المهمه، الاسئله اللي بتصير لازم يكون في حدا يدير باله عليها. فلما الشخص يزداد شغله، يزداد الوقت تبع شغله ويزداد المنتج تبعه، بيبطل عنده وقت لهذا الشيء. هي المرحله بالذات هي المرحله اللي حابين نوصل العالم لها، نساعدهم ليوصلوا لها، بحيث انه هن بهي المرحله صاروا قدرانين انه هن يتفقوا مع ايجنسي بيدفعوا له جزء من شيء شهري، وهي بتدير بالها على التعليقات والتصاميم والماركتينج بلان والماركتينج كامبين و اكيد.
رامي، يعني مثل ما بنعرف نحن ظروفنا الاقتصاديه اللي عم نمر فيها نتيجه العقوبات الجائره على سوريا كثير صعبه، يعني كثير صعبه، ويمكن سوق العمل مانه مفتوح 100% لكل الشباب. تفضل. فعم نشوف ايضا يمكن الانترنت هي ما بدها كثير هالتكلفه غير تكلفه المواد اللي هي عم بيتم تسويقها، يعني ما عندهم اجار محل، ما عندهم كهرباء بدهم يدفعوا، فواتير، هدول القصص، يعني امورهم نوعا ما مسهله اكثر من ما انهم يعملوا مشاريعهم ضمن محلات تجاريه. فقديش ايضا هذا الموضوع فتح لكثير من الشباب يعني مجال لانه يشتغلوا، للسيدات يلي فقدوا ازواجهم، فقدوا معيل لهم، قد ايه كمان كان مهم يعني نحن من جميع النواحي. خلينا نحكي سالي، كلامك كثير مهم هلا، بس خلينا كمان نضيف عليه انه بقدر ما هذا الموضوع مهم، نحن في عنا انه السوشيال ميديا ما انه بس للناس اللي هي عم تعمل شغل بس على السوشيال ميديا. صح. يلي فتح بقاليه اليوم، يلي فتح بقاليه كمشروع صغير ضمن حاره، كمان هو قدران يوصل للسكان حارته بقلب لسكان حارته عن طريق الفيسبوك ويعلن عنا ويورجيهم، يعطيهم خصومات ويعطيهم عروض، وكونه هو ابن المكان بيقدر يتواصل معهم اكثر وبيعرف همومهم اكثر. طيب، فنحن اليوم عن طريق السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك، تويتر، او خلينا نقول انستغرام اكثر، تيك توك، فنحن قدامنا فرصه ذهبيه. صحيح نحن في قدامنا عوائق كثيره، يعني نحن اليوم في كثير ميزات موجوده على الانترنت نحن ما عم نقدر نستعملها، مثل مثلا خلينا نقول التسويق عن طريق امازون او التسويق عن طريق اي باي او التسويق، بس كلياته عم بيكون في لإلى هذا، يعني من نعم. حسن حظن السوريين انه نحن في عنا عم بيصير في لإلى شيء موازي سوري. تماماً. يعني مثلا تماماً. نحن اليوم بدل ما نبيع مثل كل الدول العالم عم نبيع هي الكاسه عن طريق امازون يجي يوصل لي اياها، نعم، او البريد يوصل لي اياها، لا نحن عم نبيعها عن طريق مثلا شركه الشحن، وعم نعملها مدفوعه ضد مشحونه ضد الدفع، وعم بصير الدفع لما عم يستلمها الزبون. هي مثلا عم بصير مثلا في عنا موضوع هلا عن جديد بلش في عنا الدفع الالكتروني بلش بسوريا. نعم. طيب كل الشغلات اللي عم بتصير اللي هي موجوده برا، نحن هلا هون فرصتنا انه نحن نعمل شيء بيشبهها هون. هلا انت صار فيك تعمل مشروع من اي شيء، يعني برا مثلا بامريكا ما فيه هلا واحد يجي يقول انا بدي اعمل شركه توصيل شغلات مثل امازون. نعم. بينما هون انت بتقدر كشاب ما عندك امكانيات انك انت تعمل. نعم. تعمل نعم. صفحه وتصير توصل من شخص لشخص. نتمنى يعني يكون الكل استفاد من ادوات التسويق الصحيح اللي انت اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك بحلقات قادمه بنتوسع اكثر بهذا الموضوع. شكرا لك يا رامي، وشكرا لوجودك. شكرا لكم.